الان انتم في رواق ديال الشركه هاوس اوف تشيتن، هي شركه امريكيه تاسست سنه 1984 من بين مؤسسات يعني لها قديمه في الولايات المتحده، اللي كتقوم بتصنيع مواد التجميل الخاصه بالمواد الخاصه بالعنايه بالشعر، والتي مستوحات من النباتات الطبيعيه. وهذه المنتوجات هذه الان كنعرضوها في هذا الرواق بمعرض كوزميتيستا الدوره الثالثه، ومن خلالها كنبينوا للناس المنتوجات الجديده اللي مطروحه في السوق الان، والتي المنتوجات الجديده ك المايونيز ديال الشعر. هذا المايونيز هذا الشعر كيغذي الشعر وكيعطي اللمعان، زياده انه ما فيهش سون سولفات و سون بارابين. وكاين منتجات اخرى منتجات اخرى اللي كتنتج هذه الشركه الامريكيه، ك الشامبوان ديال نفس الصنف ديال المايونيز، وكذلك بعض الزيوت الخاصه بالشعر اللي مصنعه من المواد الطبيعيه. كذلك اذا هناك نقوموا بتجربه هذه المواد في عين المكان بالنسبه للناس اللي باغيين يستعملوا هذا المكان باش يعرفوا الاهميه وكذلك الجوده ديال المنتوج. بالنسبه هناك منتوجات اخرى اللي كنعرضوها هنا، كهذا المنتوج هذا اللي جديد في السوق المغربي، هو هذا للعنايه بالشعر، وكذلك اللي كيصلح للناس اللي عندهم شعر بوكلي اي المتجاعد. هذا كيساعد على التجاعد، على البوكلاج، لو بوكلاج ديال الشفه، وكيعطي واحد الليونه للشعر، وكذلك واحد اللمعان فائق، زعما لمعان. كملوا من عندكم قطعوا هذا الشيء. Good morning, bonjour, madame et monsieur. My name is Charles Gregory. I'm here with Georgia. And we are here at the Cosmetic Organics. الشامبوان ديالو اللي هو مرطب يعني ان بروفوندور كيدخل للشعر، ولو دوزيام برودوي اللي هو الهير مايونيز، مايونيز ديال الشعر. سماوها المايونيز حيت هي مكونه من مجموعه من المنتوجات الطبيعيه، لافوكا، زيت ارغان، نوا د كوكو. دونك هذا المنتوج كيرطب الشعر وكيعالجه من جميع سواء الا كان مهرس ولا تعرض لمجموعه من الاداه سواء الصباغه ولا السيشوار. دونك فوالا حنايا كنقدموا هذا المنتوج هنايا ومجموعه من المنتوجات اخرى. اليوم النهار الثاني ديالنا هنايا وعجبنا الحال بزاف، كاين الاقبال، كنصايبوا الشعر في الستون ديالنا، كنابليكيو عليها لي برودوي، ومن بعد كنصايبوا باش اون مي اون فالور داك اللمعان وداك ليدغاتاسيون ديال داك اللمعان. هير لوت اوف شاين، اي ريلي لاف ذيس، اند يو جايز شود ريلي تراي ات، يو نو اي لاف ات. Probably about 3 days now, and it's just a very beautiful place. It's very festive, and I'm enjoying being here at the hair show, representing Hair Mayonnaise. So, like I said, my name is Charles Gregory. I'm from Atlanta, Georgia. I've been in this business for about 30 years, and I've just been styling hair, and I just love what I'm doing. And like I said, I love representing this product. It's a very good product.